دابا عندنا شي حاجه علاش نخدموا داكشي علاش خرجت هاد 17 هاد 17 مؤسسه بين قوس عيط ما عقلتش واش 17 ولا 14 ولا 15 واش ما تقولوش راه جانا 17 مؤسسة. اليوم كما شفتوا اللقاء اللي درنا معهم في القاعه ديال الاجتماعات تطرقوا لمجموعه ديال المشاكل مجموعه ديال الامور للاسف الشديد لقينا انهم كاين مجموعه ديال المغالطات ومجموعه ديال الناس اللي وصلوا شي مغالطات للمواطنين للاسف الشديد. بالنسبه للملفات ديال اللي كيطالبوا بها الناس فهي ملفات مشروعه، ملفات للمصالح الجامعه ولا المكتب الجامعه ولا الفرقاء السياسيين اللي خدامين معنا اشتغلنا عليهم وجدناهم، كذلك مع المصالح الخارجيه. نبداو بالمشكل ديال التعليم. المشكل ديال التعليم بطبيعه الحال هو مشكل يؤرق جميع دواوير جامعه الدرارقه، لانه جامعه الدرارقه نسبه النمو فيها تقريبا 0.6% ارض ديال الاستقطاب ديال المواطنين، يعني ما كتعرفش الحدد ديال المواطنين اللي غيسكنوا عندك، وكذلك شساعه المساحه ديالها اللي كتجاوز 216 كيلومتر مربع. وبالتالي جاء التدخل ديال الوزاره واللي هي الاداره الوصيه على هذا القطاع، برمجات تقريبا واحد 18 مؤسسه تعليميه في الحوض ديال جامعه الدرارقه سهلا وجبلا. هذه المؤسسات التعليميه فيها المؤسسات اللي غادي تبدا هذه السنه فيها الاشغال، فيها المؤسسات اللي بدات فيها الاشغال على سبيل المثال الثانويه الكتبيه في القويره اللي استأنفت فيها الاشغال، كذلك الثانويه الاعداديه سيدي يحيى اللي بدات فيها الدراسه وكملت فيها الاشغال، وكاينين مجموعه ديال المؤسسات لا في السهل لا في الجبل اللي غادي تبدا فيهم الاشغال في هذه السنه. على سبيل المثال بالنسبه للمنطقه ديال تكمين بوبكر فمبرمجه فيها ثانويه اعداديه ومبرمجه فيها مدرسه ابتدائيه اللي غادي تبدا فيهم الاشغال هذه السنه ان شاء الله، بفضل التضافر ديال الجهود ديال جميع المتدخلين سواء السلطه المحليه بالشخصية القائد ولا رئيس الجامعه ولا القطاع الوصي اللي هي المديريه الاقليميه ديال التعليم اللي كنشكروها على الجهد الكبير اللي كتخدم به في جامعه الدرارقه من اجل سد الخصاص في البنيه المدرسيه. بالنسبه للتطهير السائل استاذ ديال المنطقه ديال تكمين بوبكر، تطهير السائل والمصالح للشرب، فهذا مشكل عمر لمده كبيره. نعطيكم نبذه لانه ملف كبير، الا بغينا نعاودوا خصنا حوار خاص به. كان المجلس السابق راسل الجمعيه ديال التفاوين انها تقدم اللوائح باش تبدا الاشغال ديال لارامسا في تكمين بوبكر. تقريبا العدد ديال المراسلات المرسله من طرف المجلس السابق بدات من 2019 حتى 2022 تقريبا تجاوزت 22 مراسله. الاكثر من ذلك هو انه رئيسه الجامعه ديال المجلس السابق كانت رفعت دعوى قضائيه ضد الجمعيه ديال التفاوين باش انها تقدم اللوائح. كانت واحد الصفقه ديال تزويد منطقه تكمين بوبكر بالماء الصالح للشرب وتفسخات. دابا الحمد لله كنشكروا السيد الوالي وكنشكروا الناس ديال رامسا، عاودوا برمجوا واحد الغلاف مالي اللي هو 800 مليون سنتيم من اجل تزويد منطقه تكمين بوبكر تدوارت وتمعيت بالماء الصالح للشرب. الان الامر رهين ومتوقف بتسليم جمعيه التفاوين اللوائح باش بدون مزايدات في هذا الملف باش ما نزايدوا فيه. رئيس الجامعه والمكتب حنا راه الاشاره ديال ايجاد حلول، رغم اننا بدينا مع جمعيه التفاوين مجموعه ديال اللقاءات، مجموعه ديال الامور حلينا، حاولنا ما امكن في حدود اختصاص في حدود الجهد ديالنا اننا نحلوا معاهم المشكل بحل ودي، ولكن للاسف الشديد الامور باقي متوقفه عند جمعيه التفاوين من اجل تزويد الجامعه باللوائح ديال اللوائح ديال المستفيدين من الماء باش يمكن لنا نبداو العمليه ديال التغيير ديال القنوات وتبدا لارامسا توزع الماء توزع الماء في تكمين بوبكر وتبدا كذلك حتى المشروع ديال تطهير السائل. بالنسبه للمشكل ديال القطاع الصحي فالجامعه والمصالح ديال الجامعه خدامه مع واحد المنعش عقاري اللي هي مجموعه اكوا اللي في المشروع ديالها وعدات الجامعه انها غتبني واحد المركز صحي اللي غادي يكون قريب من السكان ديال تكمين بوبكر، غيكون في المجموعه السكنيه اكوا. هذا المركز الصحي اللي بدات فيه الدراسات ديالو غادي تنطلق فيه الاشغال ديال البناء واللي غيحل المشكل ديال التنقل ديال النساء للدرارقه ولا التماعيت من اجل التلقيح ولا من اجل التطبيب. الاكثر من ذلك فالمجلس الجامعي فكر انه يتعاقد مع مجموعه ديال الاطباء واحد الجوج ديال الاطباء من اجل سد الخصاص في القطاع الصحي. Gracias.